ايش تقول الوالدة في يوم الام؟ اقولها شو اقولها؟ ما بقدر اعبر ايش بدي اقولها. اي شيء ادي هي. اقولها الله يعطيك العافية ويبارك لك ويطول بعمرك ويرزقك ان شاء الله ويعطيك الصحة والعافية، اكثر من هيك ما عندي اني اقول. الله يحفظ امك. الله يرضى عليك ويبارك. يعطيك العافية. الله يرضى عليك. الله يديمك لنا، الله يديمك لنا يا امي ويحفظك ويطول في عمرك يا رب. أول شيء أشكرك على كل شيء سويتي وأي شيء وصلت له حكوني إنه بسببك، بسبب دعمك لي. أحب أقول إنه هو مو يوم واحد طبعا، وهي طبعا كل يوم، صح إنه أحيانا تصير مشاكل يعني، بس طبعا يظل حبها كل يوم، نشكرها طبعا على كل شيء. الله يجزيك خير، تعبتي من أجلنا، شقيتي من أجلنا. صراحة لو قدمنا لك كل شيء في الحياة ما راح نقدر نجازيك أي شيء. أمي الحبيبة كثر الله ألف خيري، ربتينا، تعبتي علينا. ما في كلمات تعبر عن معنى مشاعر الحب والإخلاص والوفاء لأمي الغالية. إيش مخزن الوالدة في الجوال؟ الوالدة؟ الوالدة. الوالدة؟ نعم. أبغاك تتصل عليها تهنيها بيوم الأم. والله أنا قاعد أتصل عليها بالدعوات. أرسلها الوالدة. نعم. مخزنها في قلبي، مخزنها في عقلي. في الجوال، في الجوال. في الجوال للأسف هي ميتة، فأنا قاعد أقول لك إني أنا أذكرها بالدعوات. الله الله يرحمها. أمين يا رب، أحسن دعوة. أنا أعتذر والله، بس لا أكيد هذا يوم ما أدري إيش أقول لك والله. لا لا تعتذر، لأنه هي أصلا عايشة معي وأنا سعيد، عايشة معي في دعائي، عايشة معي في حياتي، أحس إني لما أذكرها أدعي لها أفرح. بالعكس هرتي وتعبتي وشلتي. وبتشوفك الله يسعدك ويعافيك ويطول روحك ان شاء الله. ولسه برضو طول الوقت بتحملي الهم الثاني زمان سهرتي وتعبتي.